بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ احمد حسن السلطان من الشيخ. الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. احنا بنطبخ بلطخ رمضان كل سنه. عشان السنه اللي فاتت كنا بنعمله 1000 و2000 وجبه الحمد لله. ماشي. والسنه دي 3000 وجبه. ماشي. وبزياده ان شاء الله برضه. احنا بنشكر الشيفات بتاعت البلد بحالها بتاعت فضل الشيخ. نشكر القائمين برضو على العمل. ماشي. استمر في رمضان واهل البلد جميعا. ماشي. كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعلها في الزياده ان شاء الله. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. معكم الشيف محمد ابو شادي. قائمين باسم الله انا واخواتي الطباخين كلهم بتوع البلد على مطبخ رمضان. طبعا العدد مهول جدا السنه دي عن السنه اللي فاتت. وان شاء الله باذن الله كله بفضل ربنا كله داخل معانا. شيفات البلد كله كبير وصغير قائمين عن العمل في مطبخ رمضان. وكله لله وكل لوجه الله باذن الله. وربنا يعين الجميع وربنا يوفق الجميع باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. انا شايف ان في تجهيزات بتتم دلوقتي. يعني كلمني كده. ليل ونهار. بالليل في ناس بتشتغل تجهز لتاني يوم، والصبح ناس بتيجي تستلم منهم وتشتغل وتواصل العمل عشان ننهض، لان الوقت ضيق قوي على النسبه الكبيره اللي شغاله. اللهم بارك بفضل الله. ان شاء الله احنا في مطبخ كفور بن شيخ. المطبخ ده قايم على يعني اهل الخير وتبرعات اهل الخير من اهل القريه، وبيشارك فيه الطباخين حبايبنا الكبار والصغير، وبيشارك فيه الناس اللي هم بسم الله ما شاء الله القمم كلها، وبيشارك بالمجهود وبيشارك بالفيديوهات والتروسيكلات والعربيات والمجهود والشباب بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لهم خير يبارك لهم. كلمنا عن الوجبات انت بتطلعها كم يعني؟ احنا بنطلعوا 3000 وجبه ان شاء الله السنه دي يوميا. وجبات دسمه مش وجبات وجبات بفضل الله دسمه جدا. طبيخ وكفته ولحمه ورز، رز متطجن، رز بكل حاجه كل الامكانيات. طب كلمنا عن الموارد. يعني منين كل ده؟ منين الموارد كلها؟ من يعني اكترها من ناس، يعني مثلا ثقات ناس مننا حبايبنا من اهل الخير يعني ان شاء الله. طرد الاهالي حبايبنا ان شاء الله. يعني المطبخ قايم بالجهود الذاتيه. يعني قايم بالمجهود الذاتيه بتاعت اهل القريه ان شاء الله واهل الحبايب ان شاء الله. طب وعن نقاط التوزيع؟ يعني كان معاك كام نقطه توزيع؟ عندي 37 نقطه توزيع. احنا عندنا 37 نقطه توزيع في البلد. تبدا من اول كوبري كفر قصار، من اول الشيخ بركات لخالد الشيخ. احنا عندنا 37 نقطه توزيع موجودين في البلد ان شاء الله بفضل الله. والناس اللي ماسكين اللجان دي كلها ناس ثقات من اهل المكان، بيكون هو من اهل المكان دي. يعني هو كام شارع وكام منطقه هو مسؤول منها، كل من اهله وعارف الناس الغلابه والمستحقين اللي فيها ان شاء الله.